هاتين الاتفاقيتين ستمكنان وزارة الاقتصاد اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة من استعمال كل الوسائل المادية من منصات إلى غيرها من أجل نمذجة المنتوج الذي يتوصل إليه المبتكرون. كذلك ستفتح أو ستعطي الفرصة لمبتكري وباحثي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من أجل التمويل المرافقة ثم التمويل ثم الحصول على لابلات وبالتالي إنشاء أو انطلاق مؤسساتهم الناشئة على شكل ستارتاب أو على شكل سبينوف. إذن ستكون لنا علاقة رابح في المرافقة وبالتالي سنصنع معا إن شاء الله الثروة وخلق مناصب شغل وبالتالي التنمية المحلية التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي والوطني.